من مراسي أرمي النبي بركاته على جميعنا، أنا هو الرجل الذي رأى المذل، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي، أزلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منقديم. سيج علي حتى لا أخرج وثقل أغلالي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاتي. سيج حولي وأغلق طرقي المسلوكة، صار لي كدب كامن وأسد في موضع مختفي، طاردني وصرعني وتركني هالكا. أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظل وأسكارني أفسنتينا، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، وأبعد نفسي عن السلام. نسيت خيراتي وباد أقنومي ورجائي في الرب، أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي في وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أرجو مراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رأفاتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح. عظيم إيمانك، قالت نفسي نصيبي هو الرب، لذلك أرجو. صالح هو الرب للذين يترجونه،
طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبام، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. يميل خده لمن يلطمه ويزبع تعيرا، غير أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد، فإنه لو وضعه يترأف عليه ككثرة رحمته، لأنه لم يرذلنا من قلبه بل تواضع لبان البشر، ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض. حرف حكم الرجل أمام وجه العلي، ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي المعاقب لأجل خطياته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق. التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أتعالى فأطرح. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا، فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وسخط. عيناي تسيل بأنهار مياه على سحق بنت شعبي، عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء.
عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني الإنسان، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقردوا في الجب حيان آتي، وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق رأسي، وقلت إنه تركني عنه. صرخت إليك يا رب من جب سفلين، فسمعت صوتي، لا تمل أذنك عن طلباتي. في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي، وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابين وحكمت في دعواي، رأيت انتقامهم كله جميع أفكارهم علي. سمعت يا رب تعييرهم وكل مؤامراتهم علي اليوم كله، وتحريك شفاه القائمين على أيام، صرت تلاوتهم النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا رب إلى عيونهم وجاذيهم بالتعب على قساوة قلوبهم، اطردهم بغضبك وافنيهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث الأقدس.